زيارة منتظرة لوزير دفاع الكيان إلى المغرب قريبا، ما الذي يسعى إليه النظام المغربي اليوم بتوطيد علاقاته الأمنية والعسكرية مع الكيان؟ تفضل. أجل، هذا السؤال مهم، لأن نحن ما الذي يسعى إليه المغرب؟ المغرب هو بوابة إسرائيل إلى شمال إفريقيا أو إلى إفريقيا ككل بمفهوم الجيو استراتيجي، وهو أيضا بوابة إسرائيل إلى أوروبا من الناحية أن بوابة إسرائيل إلى أوروبا من ناحية المشاكل في ترسيم الحدود بين إسبانيا والمغرب. هذه قضايا شائكة لدى إسبانيا والمغرب. نعم. لكن المغرب لا تسعى إلى ذلك، لأنها لا تشكل تهديدا على إسبانيا على الإطلاق، لأن إسبانيا عضو في الناتو ولا يمكن تهديدها من المملكة المغربية في حال من الحال. لكن ما المهدد في هذا التعاون الجيو استراتيجي العسكري بين المغرب وإسرائيل؟ هذا هو السؤال. المهدد هو الجزائر التي تمثل القوى الممانعة الأخيرة في إفريقيا أو في العالم العربي في شمال إفريقيا، التي ما زالت لم تقبل يد الإسرائيليين حتى الآن. ولذلك نحن نرى أن ما تقوم به إسرائيل في الشرق الأوسط من إظهار أنها هي القوى الوحيدة في الشرق الأوسط، وتقدم وتسوق نفسها لأمريكا بذلك الاسم. نفس الشيء المغرب ستسوق نفسها أنها هي الدولة التي يمكن أن تحقق أحلام إسرائيل في ما يسمى بشمال إفريقيا. هنا التهديد الذي العسكري والذي يمكن أن يكون أن يشكل خطرا على المنطقة إقليميا بشكل عام، وهو هل يمكن أن تستخدم المغرب تلك الأسلحة التي حصلت عليها من إسرائيل والتي لم يكن بإمكانها أن تحصل عليها مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لولا إسرائيل، وما هو الثمن الذي تدفعه المغرب مقابل تلك الأسلحة ومقابل ذلك التطبيع ومقابل تلك العلاقات والتبادل الاستخباراتي إلى آخره. هنالك دائما ثمن مدفوع، وهذا الثمن نحن نعرف أنه سيكون على حساب أمن المنطقة. نعم. وسيكون مباشرة على نعم. حساب أمن الجزائر. طيب. كهي القوة. طيب. الأكثر عنادا ووقوفا. نعم. طيب. طيب. في نظركم ما هي هواجس ومخاوف النظام المغربي الأمنية؟ هل هي داخلية أم إقليمية أم معا؟ المغرب مصر على أن يواصل في احتلاله للأراضي الصحراوية، وهذا الاحتلال لا يمكن أن يكون شاملا إلا إذا سمحت به الاتحاد الإفريقي. والاتحاد الإفريقي هنا حين نقول الاتحاد الإفريقي نقول للدول الممانعة في إفريقيا، من جنوب إفريقيا إلى الجزائر إلى الصحراء الغربية كعضو مؤسس لهذا الاتحاد. هذا الاحتلال الذي تحاول المغرب أن تجعله أمراً واقعاً وأن تفرضه على العالم وعلى الجزائر بالأخص وعلى الصحراء الغربية التي شردتها من أراضيها لا يمكن أن يتحقق. لكن هل يمكن للمغرب أن تسوق للشعب المغربي الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والأبرياء والشيوخ في القدس وفي كافة الأراضي الفلسطينية؟ طيب كسؤال أخير، على أنه ملاك ولا أنه كيف تصفون حركية التطبيع التي يسير فيها هذا النظام والتي شملت كل الميادين لا سيما في هذا الظرف الحرج التي تمر به القضية الفلسطينية وفي وقت يترأس فيه الملك المغربي لجنة القدس؟ ترأس الملك المغربي لمجلس القدس هذا لم يؤثر أبدا على التقارب الإسرائيلي المغربي، لأنه مجرد فقاعات، مجرد استخدام لما يسمى بالقوى الناعمة المغربية أو بالدعاية أو بما يسمى بالبروباغاندا التي تمارسها المغرب بشكلها الملكي أو قصة الأشراف أو إلى آخره. هذه المسائل كلها يمكن أن تضع المغرب في حالة حرجة من ناحية تحطيم الصورة التي كانت تروج لها منذ عشرات السنين أنها الحامي والواقف مع الشعب الفلسطيني ومع المقدسات العربية الإسلامية. لكن المغرب لا تملك ما يسمى ما تملك
استراتيجية يمكنها أن توقف التطبيع ريثما تتعدى موجة الأزمة الشرق أوسطية، لأنها لديها إسرائيل هي التي تطلب متى يكون التطبيع وكيف يكون وما هو مستواه، لأنها تقدم مقابل ذلك معلومات استخباراتية وأسلحة وتدريب عسكري للمغرب. وذلك رأيناه حين دعت المغرب كل البلدان التي لإسرائيل وأمريكا عليها التأثير أن تقوم بفتح سفارات لها بالأراضي. أشكرك جزيلا، الشكر في العيون والكاتب الصحفي الموريتاني سيد أحمد ولد أطفيل، كنت معنا مباشرة من موريال الكندية.